احتفلت الدولة بيوم البيئة الوطني تحت شعار مصر في مسارها نحو الأخضر. تضمنت الاحتفالية تقديم نماذج للبرامج والمشروعات المؤثرة في التحول للأخضر كالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى عقد جلسة نقاشية عن التحكم في التلوث الصناعي والاحتفال باليوبيل الفضي لمشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة. احنا كمؤسسة قدرنا ندرب آلاف من الأطفال، ملايين من الشباب، تمكين السيدات على المشروعات الخضراء صديقة للبيئة. فاحنا جايين النهاردة نقول ان احنا تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية احنا بنشتغل على أرض الواقع كتشبيك بين المجتمع المدني وبين المعنيين من الحكومات والوزارات والمعنيين بالأمر. اشتغلنا ككيان شباب مستدام في تدريب أكثر من 3000 شاب على فكرة التنمية المستدامة والمناخ والبيئة. اهتمينا بكرة حياة كريمة وتوطين التنمية المستدامة في كرة حياة كريمة من خلال عقد ندوات أونلاين وأوفلاين في مراكز الشباب، وناويين ننزل أكتر كرة حياة كريمة بشكل أوسع. وبالتركيز على التحول للطاقة الشمسية في المدينة، شاهدنا في الفيديو إزاي الفنادق بدأت تتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مدينة شرم الشيخ، وشاهدنا المحطات الشمسية اللي قام بتنفيذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع رئاسة مؤتمر تغير المناخ. كان الكلام ده كان قبل الكوب 27. شفنا محطات شمسية في مركز المؤتمرات في شرم الشيخ، في مطار شرم الشيخ، وشفنا المحطات اللي قام بتنفيذها القطاع الخاص الحقيقة في صحراء شرم الشيخ، ودي أوائل خطوات تحول مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء. مصر تسير على الخطى السليم لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها لتحقيق التنمية المستدامة العادلة والاستثمار الأخضر. وإحنا كمجتمع مدني وشركاء نجاح قمنا بزراعة 570 ألف شجرة مثمرة من الأشجار دائمة الخضرة كثيرة الثمار عشان نحقق التنمية المستدامة العادلة بإيدين مصرية على أرض الواقع في أرض مصر.